قال أنس رضي الله عنه، أنس ابن مالك، هذا شو كان؟ خادم النبي عليه الصلاة والسلام. برافو عليكم، عشان نكون نعرف هاي، كان خادم النبي. قديش خدم النبي دكتور حسام؟ قديش خدم النبي سيدنا أنس؟ 10 سنين خدم النبي عليه الصلاة والسلام، 10 سنين. قال ولا يوم قال لي لعمل عملته لما عملته، ولا لعمل لم أعمله لما لم تعمله، صلى الله عليه وسلم. كان لطيف بالخدم. فكان يقال في أيام العشر بكل يوم 1000 يوم، ويوم عرفة 10,000 يوم. هذا قول سيدنا أنس، لكن سيدنا أنس ما بيجي بقى من عنده، يعني كل يوم 1000 يوم إلا يوم عرفات 10,000 يوم، صيام يوم عرفات 10,000 يوم. يوم عرفة إمتى؟ اللي مسميه يوم الوقفة، يوم الوقفة اللي احنا بنسميه هو يوم وقوف الحجاج بعرفات. صيامه مطلوب من كل المسلمين إلا الحجاج، إنه الحج عنده تعب. عرفات بينزل لمزدلفة، مزدلفة لمينة، قال له أنت إفطار، عندك الدعاء إفطار وبكفيك الوقوف في عرفات. عرفات موضع ما اجتمع عليه العلماء أن عرفات سميت عرفة لتعارف آدم على حواء فيها. لما هبط سيدنا آدم من الجنة هبط في بلاد الهند، وهبطت حواء بجدة، بين جدة وبين الهند، فتموا عم يدوروا على بعضهم البعض فاجتمعا بعرفات، فسميت عرفة لتعارف سيدنا آدم على سيدنا حواء، تعارف حواء على سيدنا آدم. هذا ما اجتمع عليه العلماء رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. تم سيدنا آدم ماشي وسيدنا حواء ماشي، فاجتمعوا بعرفات، فنزل من الهند على الأمارات، على الكويت، على الأمارات، نزل على قطر، على السعودية. السعودية وصل على عرفات وهي طالعة التقوا بعرفات. الحمد لله على كلين، سميت عرفات لهذا التعارف. والحقيقة العامة أهم من هيك، عرفات موقف يتعرف العبد فيه على عظمة الله ورحمة الله. لما بيشوف 2,000,000 إنسان، مين عم يطعميهم؟ مين عم يتجلى عليهم رحمة الله عز وجل؟ شلون أكثر الحجاج بيشعروا بأنه يوم عرفات السماء صارت قريبة منهم؟ لما بيرفع إيديه بده يدعي بيشوف كأنه السماء قريبة، فبصير ساعة بين الحج وبين الله عز وجل كأنه قرب. يا رب يا الله كله منادى. بتذكر أول ما أكرمنا الله عز وجل بالحجة الأولى، وقفنا من بعد صلاة الظهر، صلينا الظهر والعصر ووقفنا. أنا عن زعمي إنه وقوف عرفات نبدأ يتم واقف، فتمينا واقفين عم ندعي وقفة واحدة إلى قبل الغروب، لعند غروب الشمس وقفة واحدة، نحن عم ندعي والبكاء وبكاء وعم الرجلين عم ترجف والدموع عم تنزل. ويا الله خلصنا الدعاء قبل المغرب ب10 دقائق أو 1/4 ساعة. كانوا هادين الخيام وهادين، ما لنا حاسين ولا. هذا موقف عرفات، قديش موقف له الفضل الإلهي. وقيل سميت عرفة من العرف، أو العرف يعني من الطيب،
الله قال الجنة عرفها عرفها لهم يعني طيبها لهم، عرفها يعني طيبها لهم، فهي طيبة عرفات طيب كالجنة. فعرفات المكان يلي الله أخذ فيه الميثاق، هذا ما أجمع عليه كذلك الفقهاء رضي الله عنهم، هذا من فضائل عرفات، المكان الذي أخذ الله فيه الميثاق في من ظهر آدم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذ الله تعالى الميثاق من ظهر آدم بنعمان. نعمان وين هي؟ هي عرفات، يقال لها نعمان الأراك. نعمان الأراك شجر الأراك كانت في عرفات، فأخرج من صلبه كل ذرية، كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم جل جلاله قبلا فقال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، وكنا بتقول ما كنا لأن ما حدا بلغنا، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ إذا آبانا أبطلوا فهي أخذ علينا العهد، كلنا عندما أخذ العهد قلنا قال ألست بربكم؟ شو قلنا؟ بلى شهدنا، نشهد أنه ربنا. وهلا تشهدوا؟ كمان نشهد، فشهدنا في عالم الذر ونشهد في عالم الأمر، ونشهد إن شاء الله عند آخر نفس أن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.